بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، حديثنا في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأشهر الحرم وفي أشهر الحج، نلتقي ليكون الحديث عن هذه الأمور المرتبطة بهذا النسك العظيم وهذا الموسم الكبير الجليل، والذي كما تبين لنا من لقاء الأمس أننا نقف بإذن الله عز وجل مع أمور أربعة: أولها الوقوف مع أماكن الحج، وهذا ما كان الحديث عنه في درس الأمس، ومع زمن الحج، وهذا ما يكون بإذن الله عز وجل درس هذا اليوم، ومع مناسك الحج وأعماله. ثم نختم بالحجاج، وحتى تربط هذه المعلومات بعضها ببعض فنذكر بما كان في درس الأمس، حيث وقفنا مع أماكن الحج وانطلقنا مع تلك الحقيقة القرآنية العظيمة في كتاب ربنا عز وجل التي ينطلق منها المؤمن عندما ينظر إلى الأماكن ويريد أن يثمنها وأن يقف على قيمتها وعلى فضلها وما لها من التأثير، سواء في دين الناس أو في دنياهم. وكان هذا الأصل العظيم الذي وقفنا معه في كتاب ربنا عز وجل، هو أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون، هو جل جلاله وحده الذي له الحق أن يختار وأن يصطفي ما يشاء مما خلق، وهذا قول ربنا عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهذا أصل عظيم، هذا الأصل يستدعي من هذا الإنسان المؤمن به أنه يرجع إلى وحي ربه عز وجل ليعرف ماذا في وحي الله سبحانه وتعالى عن الأماكن من اصطفاء واختيار. فعندما رجعنا إلى وحي ربنا لنسأل عن مناسك عن أماكن الحج، فوجدنا أن هذا الأمر موجود في الوحي، مذكور فيه أماكن الحج، سواء في كتاب ربنا عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر البلد الحرام، وذكرت عرفات، وذكر المشعر الحرام، وهذا في كتاب الله، وذكرت منى،
وذكر المواقيت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصفا والمروة، وذكر السعي في كتاب الله جل جلاله، وذكرت الكعبة الشريفة في كتاب ربنا جل جلاله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أماكن الحج، فوجدنا أنها مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة. ثم وقفنا مع ذاك الذكر لهذه الأماكن، فوجدنا أن الوحي أوردها مورد الإجلال والتعظيم ومورد التقديس والاحترام، وأوردها مورد المنة والعطاء من الله عز وجل لهذه الأماكن على صورة لم تعطى لأي مكان آخر. فتبين لنا أن هذا المكان الاختيار والاصطفاء كان له من اليوم الأول لوجود هذا الكون وخلقة الرب جل جلاله لهذه الأرض والسماوات، كانت قضية الاختصاص والاصطفاء لهذا المكان من ذلك اليوم. من أين أخذنا هذا؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فإذن هو أمر ضارب في القدم قبل وجود البشر، وكانت تلك هي البداية لهذا المكان. ثم رأينا بعد ذلك ما لحق من الإخبار الرباني في هذا الكتاب العظيم، كتاب الهدى، الكتاب الحق، من إخبار الله عز وجل عن هذه البقعة المباركة وماذا أعطاها وبماذا اختصها وماذا ربط بها من العبادات، وما هو أثرها على الناس، وما هو تأثيرها في الكون، وأين هي من سلم الآيات البينات الدالة على الله المعرفة برب الكون جل جلاله. فوجدنا أن الأمر مبهرا، وأن ذلك الأمر كله مبين في وحي الله جل جلاله، أي في الكتاب والسنة. فعرفنا أن الله عز وجل اختص هذا البيت بأنه أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله، وتبين لنا أن هذا البيت هو الموصوف من بين البيوت كلها بأنه هدى، وأنه مثابة للناس، وأنه أمنا للناس، وأنه قياما للناس، وأن هذا البيت هو القبلة. وهذا كله في كتاب ربنا جل جلاله. فقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال عز من قائل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال عز من قائل: جعل الله الكعبة البيت الحرام. فإذا هذا في كتاب الله عن هذه البقعة المباركة وعن هذا البيت المعظم المبجل. فإذا أدركنا هذا الأمر والتفصيل فيما ذكر في درس الأمس، فننتقل إلى القضية الثانية والأمر الثاني
وهو زمان الحج. أماكن الحج هي الظرف المكاني لأعمال الحج، وزمان الحج هو الظرف الزماني لأعمال الحج. فهل للحج زمان محدد؟ كما أنه تبين لنا أن للحج مكان محدد. الحج منذ أن شرع على العباد هل تغير مكانه؟ الجواب لا. حج الخليل إبراهيم بيت ربه، وأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس أن يحجوا بيت ربهم، فوفد الأنبياء وأتباعهم إلى هذا البيت العتيق يحجون بيت الله الحرام. فالخليل إبراهيم حج، ومعه ابنه إسماعيل، وحجت زوجه سارة مع ابنها إسحاق، وحج موسى كليم الله جل جلاله، وحج يونس بن متى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد الخيف: لقد صلى فيه 70 نبيا. إذن جاءوا إلى هذا المكان حاجين، فليس للحج مكان إلا هذا المكان. زمان الحج، هل للحج زمان محدد كما أن للحج مكان محدد؟ الجواب نعم. لماذا نقول نعم؟ وفق القاعدة الأساس أن نعود إلى وحي ربنا، نعود إلى وحي ربنا ونرى هل أخبرنا الله عن ذلك أو لا. فقال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. إذن للحج أشهر، والله يقول أنها معلومات، أي أنها معلومة عنده، والأمر فيه تكليف للناس. إذن الناس يعلمون هذا الأمر، ونجد أن هذا موجود في كتاب ربنا عز وجل. ولكن قبل أن ندخل إلى أشهر الحج وأيام الحج، فننطلق مع قضية الزمن. الزمن، الله عز وجل خلق ظرف الزمن الليل والنهار، فمن الذي خلق الليل والنهار؟ الله. الله هو خالق الليل والنهار. وفي القرآن الكريم نجد هذا الأمر بصورة عجيبة، فيخبر الله عز وجل أنه خالق الليل والنهار، ونجد في القرآن يذكر الله جل جلاله فيما يتعلق بالزمن الأعوام والشهور والأيام، ويذكر بعض أجزاء النهار وبعض أجزاء الليل، فيذكر في أجزاء النهار العصر والصبح، ويذكر في أجزاء الليل السحر. ثم أيضا إذا وقفنا مع قضية الزمن ومدى الارتباط فيما بينه وبين هذا المكان المقدس، وهنا ننتبه، كما أن الاصطفاء والاختيار لهذا المكان كان في اليوم الأول الذي خلقت فيه السماوات والأرض، فنجد أيضا أن الزمن المصطفى إنما هو الزمن المرتبط بهذا البلد وبهذا النسك، وأن ذلك الاصطفاء للزمن كان أيضا في اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه السماوات والأرض.
ففي يوم خلق السماوات والأرض اصطفى الله عز وجل المكان، واصطفى الله عز وجل الزمان. فما هو المصطفى من الزمان في ذلك اليوم الذي خلقت فيه السماوات والأرض؟ أن الله اصطفى من أشهر العام أربعة، هي الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إذن هذا التقسيم للزمان 12 شهرا وأربعة منها حرم، متى كان ذلك؟ يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ولاحظوا ما الذي ابتدأ بمكة؟ التحريم. وما الذي ابتدأ بالزمن؟ التحريم. فكما أن مكة ظهرت للوجود بخصيصة أن الله حرمها، فأظهر الله عز وجل من الزمن الأربعة الأشهر الحرم، والتي تحريمها لأجل تحريم هذه البقعة المباركة، فهي أشهر حرم. والأشهر الحرم الأربعة 3 سرد وواحد فرد. سرد أي متتابعة، فالأشهر الثلاثة المتتابعة هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم، ثم الفرد شهر رجب. هذه أربعة أشهر. الحج أين؟ في شهر الحج. ولاحظوا شهر الحج جاء وسطا بين شهرين، وكان من حكمة الحكيم العليم جل جلاله، لأنه كما أن الله قلنا بالأمس أن الله ذكر القيام مرتين في القرآن للناس، مرة ذكره مع المال، ومرة ذكره مع الكعبة الشريفة وما ارتبط بها، فقال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس والشهر الحرام، فالله عز وجل جعل هذا البيت قيام، وما ارتبط بالبيت من زمان وهي الأشهر الحرم جعلها قيام، وما ارتبط بالبيت من الهدي جعله قيام، أي في ذلك سبب قيام الناس واستمرار حياتهم. الأشهر الحرم حتى أيام الجاهلية كانوا يقدرونها ويحترمونها. كان الرجل يخرج في هذه الأشهر الحرم يريد بيت الله الحرام ليحج، فيضع على صدره قلادة تشعر بأنه يقصد بيت الله. فلو كان في أي مكان من هذه الجزيرة كلها فإنه لا يتعرض له أحد أبدا حتى يصل إلى بيت الله، إلا أن يكون سبع يعتدي عليه، أما من الناس فلا. ومعه الهدي ويقلده في هذه الأشهر الحرم، فلا يتعدى عليه أحد أبدا. فإذا هذه الأشهر الحرم التي رأينا أنه هذا التحريم كان مع بداية خلق السماوات والأرض، فكما أن الله حرم مكة في ذلك اليوم كذلك حرم هذه الأشهر في يوم خلق السماوات والأرض.
وأن ذلك مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، أن عدة الشهور 12 شهرا منها 4 حرم. فإذا هذه بداية الاصطفاء، ووجدنا أن قضية اصطفاء الزمان في الوحي، وجدنا أن الله اصطفى أشهر، واصطفى أياما، واصطفى ليالي، واصطفى ساعات. فمما اصطفى من الأشهر شهر رمضان، الشهر الكريم المبارك الذي اصطفاه الله جل جلاله من بين الشهور ليكون سيدها، سيد الشهور، حيث اصطفاه الله ليكون الزمن الذي تتنزل فيه الكتب. ففي أول ليلة منه ماذا نزل؟ نزلت فيه صحف إبراهيم. وفي ليلة 25 منه ماذا نزل؟ نزل القرآن الكريم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن هذا زمن مصطفى، وهو شهر رمضان. اصطفاؤه، الله عز وجل اختاره ليكون زمانا لنزول كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، فابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان. واختار الله عز وجل هذا الزمان رمضان ليكون محل الركن الرابع من أركان الإسلام، الصيام. واختار الله عز وجل هذا الزمان شهر رمضان ليشرع فيه قيام الليل جماعة والوتر جماعة، ولم يشرع الوتر جماعة إلا في رمضان. واختاره الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، اختاره الله سبحانه وتعالى لتكون العمرة فيه تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصطفى الله عز وجل شهر رمضان ليكون العمل الصالح فيه مضاعف، مضاعف الأجر. إذن هو زمان مختار مصطفى، ارتبطت به أحكام، ارتبطت به فضائل، ارتبطت به أمور مستحبة. إذن هذا اصطفاء الله عز وجل للزمان. فهل لنا نحن أو نستطيع أن نعطي زمانا مثل هذه الفضائل ومثل هذه العطايا؟ ليس لنا. وهل نحن نستغني أن نعرف مثل هذا التفضيل؟ ورأينا ماذا ارتبط به ركن من أركان الإسلام، قضية نزول القرآن، قضية عبادات ومستحبات وأعمال، قضية كيفية اغتنام ذلك الزمان بأي شيء، كل ذلك مرده إلى الوحي ونجد هذا فيه. إذن صدق الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذن هذا شهر مفضل مصطفى رمضان. ثم رأينا من الشهور الأشهر الحرم التي ذكرنا أسماءها. والأشهر الحرم ارتبطت بها أحكام وذكر لها فضل. فمما ذكر من الأحكام التي فيها
أنه لا يشرع ابتداء القتال فيها، ومما ارتبط بالأشهر الحرم أن الإنسان لا يظلم فيها نفسه، مع أن الظلم ممنوع في كل وقت، لكن في الأشهر الحرم المنع فيه أشد وأعظم، لأن الله قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أي في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم. ومما ارتبط بالأشهر الحرم، وهذا عند بعض العلماء وهو اختيار الشافعية، أن دية الخطأ تغلظ في الأشهر الحرم. ما معنى تغلظ؟ كانت الدية تؤخذ من الإبل 100، وكانت تؤخذ أرباعا. ما معنى تؤخذ أخماسا؟ بمعنى أن الإبل إذا كان صغيرا فسعره أقل، فإذا كبر يكون السعر أعلى، فكانت تؤخذ أخماسا أي على أسنان الإبل، من كل نوع منها 20. فإذا صار قتل الخطأ في الأشهر الحرم تكون الدية 4، بمعنى أن الأصغر الذي سعره أقل لا تؤخذ منه، وتؤخذ من 4 التي سعرها أعلى، ومن كل نوع 25 بدل 20، تغليظ زيادة في الثمن تغليظا للأشهر الحرم. وأيضا الأشهر الحرم العمل الصالح فيها أجره أعظم، والذنب فيها الإثم فيه أغلظ. فإذا هذه الأشهر الحرم أيضا مما اختاره الله واصطفاه الله وميزه الله، ومن أعظم الاصطفاء لهذه الأشهر الحرم أن الله عز وجل جعل فيها هذا النسك العظيم الحج، فهو في الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم في وسطها ماذا؟ الثلاثة السرد، شهر ذي الحجة. وفي الأشهر الحرم أيضا الأيام الفاضلة، ففيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها أيام التشريق ويوم التروية، وهذه أيام مصطفاة فهي جزء من الأشهر الحرم. إذن هذا مما اصطفى الله عز وجل الأشهر الحرم. مما اصطفى الله سبحانه وتعالى من الأيام يوم الجمعة، سيد أيام الأسبوع. ومما اصطفى الله عز وجل من الأيام يوم عرفة. ومما اصطفى الله من الأيام يوم النحر، يوم الحج الأكبر. ومما اصطفى الله من الأيام أيام التشريق. ومما اصطفى الله عز وجل من الأيام يوم الاثنين والخميس. ومما اصطفى الله من الأيام الأيام البيض. إذن هذه أيام مصطفى لها ميزة ولها مزية ولها فضل، ومرتبط بها أعمال. أليس هذا مطلوب أن المسلم يتعلم ذلك ويفهم ما هو الاصطفاء الذي جعل لهذه الأيام الفاضلة، وما هي الأعمال المشروعة والمستحبة والمسنونة في هذه الأيام الفاضلة؟ ثم أيضا من الأيام العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. ومن الليالي أيضا المصطفى ليلة الجمعة وليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، فهذه من الليالي المصطفى المختارة، وأيضا ارتبط بها هدي
نبوي، ومن الساعات المصطفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ومنها ومن أيضا الساعات المصطفى السحر الثلث الأخير من الليل. إذن وجدنا أن الزمن منه مصطفى، سواء قلنا أشهر أو أيام أو ليالي أو ساعات أو ساعات، وأنه تعلق بهذا الزمن نصوص وجدناها في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا هديا عمليا. على سبيل المثال يوم الاثنين والخميس وجدنا هديا نبويا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ويخبر أن هذين اليومين تعرض فيهما أعمال العباد على الله، ويخبر أنه يصوم لأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم. ووجدنا إذن هذا هدي عملي في التعامل مع هذه الأيام المصطفى. فالزمن شأنه عظيم، وجدنا في القرآن أن الله يقسم بالزمن، فنجد قول الله عز وجل والليل إذا يغشى قسم، وقول الله عز وجل والصبح إذا تنفس قسم، ووجدنا قول الله عز وجل والعصر، ووجدنا قول الله عز وجل والفجر وليال عشر. فإذن الله عز وجل أقسم بالزمن، وهذا يدل على ماذا؟ على عظم أمر الزمن، لأن الزمن هو الظرف، الظرف الذي يحتوي عمل ابن آدم، كما أن المكان الظرف المكان الذي يحتوي عمل ابن آدم. فإذا نقول أن الأشهر الحرم ارتبط هذا التحريم مع هذا البيت المحرم، وهي هذه الأشهر الأربعة: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر محرم، وشهر صفر. ما الفرق بينها وبين أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شهر شوال، وشهر ذي القعدة، والعشر من ذي الحجة، هذه تسمى أشهر الحج. الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. ما هي هذه الأيام المعدودات؟ أشهر الأقوال في ذلك أنها هي أيام منى، فقيل هي أيام التشريق، وقيل هي اليوم العاشر يوم العيد ويومين بعده. بالنسبة لي الأشهر الحرم، يقول أنه سبق اللسان فقلت بدل رجب صفر، فهو رجب لأنه رجب مضر، فهي ثلاثة سرد: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر محرم، وشهر رجب. فهذه الأربعة هي الأشهر الحرم. أما أشهر الحج فهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه الأشهر أشهر الحج. فالأشهر إذن، ثم الأيام المعدودات، قلنا أن المقصود بها على أظهر الأقوال هي أيام منى. وأيام منى، فمن العلماء من قال يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة فتكون أربعة، ومنهم من قال هي أيام التشريق الثلاثة، ومنهم من قال يوم العيد ويومين بعده. الله عز وجل أقسم بالفجر
وليال عشر. والمقصود بالليالي العشر هي العشر من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يعطي دلالة على أن العمل الصالح أعظم ما يكون أجرا في أيام العشر، العشر المباركات. إنه قال: ما من أيام، هذا إخبار بالعموم على أن العمل الصالح في أيام العشر هو أفضل من الأعمال الصالحة في سائر أيام العام، وهي الأيام التي نسأل الله أن يكرمنا ببلوغها. فعلى الإنسان أن يغتنم تلك الأيام المباركات. فكيف إذا جمع للإنسان شرف المكان وشرف الزمان؟ فأي فضل أكرم به هذا العبد؟ فمن الذي يفرط بعد ذلك؟ إذا أكرمك الله أن بلغت أفضل مكان الذي تضاعف فيه الأعمال الصالحة، وإذا أكرمك الله ببلوغ الزمان الفاضل الأفضل الذي يكون العمل الصالح فيه أحب ما يكون عند الله عز وجل من سائر الأعمال، فيكون من الفطنة ومن التوفيق أن يغتنم الإنسان الزمان الفاضل والمكان الفاضل بالعمل الصالح. فإذا هذه الأشهر الحرم، وهذه أشهر الحج، وهذه أيامه. أما أيام الحج الفاضلة فيوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي من مكانته ومنزلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الحج كله عليه بقوله: الحج عرفة، لبيان قيمة ذلك اليوم. وذلك اليوم اختاره الله جل جلاله ليكون فيه ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، وذلك اليوم اختاره الله ليكون فيه الإعلام بتمام القرآن وكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان نزول هذه الآيات في يوم عرفة. ذلك اليوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأيام، وأخبر أن صيام ذلك اليوم لغير الحجاج يكفر سنة قبله. إذن هذا يوم عرفة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم يعتق الله عز وجل فيه من رقاب بني آدم من النار مثل ما يكون في ذلك اليوم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس عدو الإنسان لا يرى أدحر ولا أحقر مما يرى في ذلك اليوم من كثرة ما يرى من مغفرة الله وعفوه، وكثرة ما يرى من الرحمات التي تتنزل على بني آدم. ذاك يوم عرفة الذي ارتبط به كل هذا الخير العظيم،
والعطاء الجزيل من الله جل جلاله وما له من أثر على الناس. وهذا أحد أيام الأشهر الحرم فيناله فضل الأشهر الحرم، أحد أيام الأشهر الحج فيناله أجر أيام أشهر الحج، وأحد أيام العشر الفاضلة فينال العامل فيه أجر العمل في الأيام العشر الفاضلة. وفيه الركن الأعظم من أركان الحج، إذن ذاك اليوم المصطفى يوم عرفة، إذن لا يعدله. فهل الإنسان إذا لم يتفطن لاصطفاء الله كيف تتحفز نفسه لأن يغتنم تلك الثواني فضلا عن الدقائق والساعات، ويحرص ألا يفوت جزء منها إلا بعمل صالح، إلا بعمل صالح؟ لماذا؟ لأنه كما قلنا يوم أحد أيام الأشهر الحرم، أحد أيام أشهر الحج، أحد أيام العشر المباركات، ارتبط به أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. إذن هذا اليوم العظيم، ثم العطايا من الله الجزيلة لعباده، ثم ماذا؟ ثم يذكرنا ذاك اليوم يوم الوقوف بعرفة، يذكرنا بأخذ العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم. فذاك اليوم العظيم إذا أدرك الإنسان كل هذه القضايا من الاصطفاء والاختيار، ثم من الأعمال ذكر الله، وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أي كل من وقف من الأنبياء في عرفة، ما هو أفضل ذكر ذكر الله عز وجل به؟ لا إله إلا الله. فهنا يكون للعمل في ذلك اليوم شأن، وأي شأن؟ ثم نأتي لليوم الذي بعده، يوم النحر، يوم الحج الأكبر على قول أكثر العلماء، لما اجتمع فيه من الأعمال العظيمة والجليلة من أعمال الحج، والتي يؤديها الحجاج في ذلك اليوم. فليلة العيد الناس يبيتون بمزدلفة، وصباح يوم العيد الناس يرمون جمرة العقبة، وفي يوم العيد يحلقون رؤوسهم، وفي يوم العيد ينحرون هديهم، وفي يوم العيد يطوفون بالبيت. إذن هذه الأعمال العظيمة كلها من أعمال يوم العيد، يوم النحر. ويوم العيد وهذا الاسم، هذا اللقب العيد، أعطي ليومين في العام كله، عيد الفطر وعيد الأضحى، وارتبط بهما أحكام وآداب وسنن. فيوم العيد وليلة العيد يوم تكبير لله عز وجل وذكر، يوم العيد يوم فرح وسرور هدي، يوم العيد يوم يتزين فيه الإنسان بأحسن ما عنده من اللباس بدون كبر أو خيلاء، ويوم العيد عيد الفطر يخرج الناس فيه الزكاة، وفي عيد الأضحى ينحر الناس هديهم وأضاحيهم، في عيد الفطر الإنسان لا يخرج للصلاة إلا بعد أن يأكل تمرات، وفي عيد الأضحى لا يأكل إلا بعد أن يصلي. هذه سنة وهذه سنة، إذن هي أحكام وآداب ارتبطت بالزمان. فهذا يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم النحر. أسماء أيضا، أسماء للأيام، ليس من حقنا أن نغير ما سماه الله. ولذلك الحفاظ على اسم الأشهر والحفاظ على اسم الأيام مطلب شرعي، لأنه مرتبط بها أحكام، مرتبط بها هدي. فالأشهر 12 شهرا، إذا تركنا
والله عز وجل سماها بهذه الأسماء ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ. إذن من الذي يختار أسماء للشهور والأيام أفضل مما اختاره الله عز وجل؟ لا أحد، فهي مسمات بهذه الأسماء محفوظة عند الله. إبليس مكر بالعرب في جاهليتهم، هل غيروا أسماء الشهور؟ لا، ولكن ماذا فعلوا؟ فعلوا النسيء. ما هو النسيء؟ النسيء التأخير. فقلنا أن الأشهر الحرم أربعة لا يقاتل فيها، والعرب كانت تعلم ذلك، وهذا مما بقي عندهم من ملة إبراهيم عليه السلام. لكن ماذا فعلوا بكفرهم ومكر إبليس الكبار لهم؟ فعلوا النسيء، وهو التأخير، بمعنى أن العرب كان في جاهليتهم جل أموالهم وغنائمهم تقوم على ماذا؟ على القتال، على الغارة، على الاعتداء. فإذا بقوا ثلاثة أشهر متتابعة بدون قتال فيجدون أنهم يتضررون بهذا التأخير، فماذا يفعلون؟ يأتي صاحب النسيء فيؤخر لهم الأشهر الحرم، بمعنى إذا دخل محرم جاء وقال نؤخر محرم إلى صفر، لكي ماذا؟ يصبح محرم ليس هو من الأشهر الحرم فيقاتلون فيه. والله عز وجل ماذا قال؟ قال إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، في عام يجعلون محرم في وقته، ما يريدون أن يقاتلوا فيبقوه في وقته، وفي فترة أخرى ماذا؟ يؤخروه إلى العام الذي بعده. فلذلك صاروا أحيانا يحجون في غير أشهر الحج. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحج هذا البيت قال في خطبته المشهورة المعلومة إن الزمان قد استدار. استدار على أي شيء؟ عاد على يوم خلق الله السماوات والأرض، أي الحج كان في شهر الحج، لأنه بالنسي بدأ الزمن يتغير. ففي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم استدار الزمان ورجع الحج في شهر الحج، وهو كذلك إلى يومنا وإلى يوم القيامة. وهذا من الضمانات القدرية التي أعطيت لهذه الأمة في منسكها، وفي هذا الركن العظيم الركن الخامس. فإذا هذا أمر الزمن، وهذه قضية الأشهر الحرم، فهذا يوم عرفة وهذا يوم النحر. أما أيام التشريق فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يتوسع فيها الناس بالمطعم، ويتزين فيها الناس بالملبس، ويؤدون عبادة الله بذكره جل جلاله في تلك الأيام وبرمي الجمار. فإذا هذه أعمال في تلك الأيام المباركات الفاضلة التي اختصها الله واصطفاها الله عز وجل، ولتكون من أيام الحج ومن أشهر الحج ومن ضمن الأشهر الحرم، فالناس يتعبدون لربهم فيها ويتوسعون فيها. فإذا هذا ارتباط هذا النسك بالزمان، فأدركنا أن الله عز وجل اصطفى لهذا النسك أيضا، كما اصطفى له أفضل الأماكن اصطفى له أفضل الأزمان، أفضل الأزمان. فلذلك ينبغي أن ندرك
كما أننا ندرك فضل المكان فإننا ندرك فضل الزمان المصطفى المختار لأعمال الحج. إذن أي شيء يعطينا الآن دلالة أخرى على مكانة هذا النسك الحج؟ فإذا اختير له المكان ثم اختير له الزمان، بقي أن ننظر بعد ذلك ما يتعلق باختيار الأعمال ثم باختيار الأشخاص، وهذا أمر عظيم بإدراكه كله يدرك الإنسان أي نعمة أكرمه الله أن جعله من الحجاج وفتح عليه باب هذا العمل الصالح العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ورضاه، ونسأله جل جلاله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يوفقهم للعمل الصالح واغتنام الأيام المباركات في البلد المبارك، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.